أهلا بكم. شكلت الهيمنة الإيرانية على العراق بعد العام 2003 المرتكز الرئيس للتغول الإيراني في المنطقة عموما، إذ شملت هذه الهيمنة الميادين كلها وتدخلت في أبسط تفاصيل الساحة العراقية. حظي العراق الجديد بمكانة مهمة في التفكير الاستراتيجي لإيران التي كانت وما زالت تعمل على ربط العراق دولة ومؤسسات بعجلة استراتيجيتها الإقليمية التي تمتد إلى شواطئ البحر المتوسط عبر سوريا، وهو ما يتضح من خلال حرص طهران الشديد على سيطرة ميليشيات الطائفية على الحدود العراقية السورية المشتركة، وفق تقرير جديد لمعهد نيو لاينز للدراسات الاستراتيجية في واشنطن. مشروع إيران في إقامة منطقة استراتيجية من خلال ميليشياتها الطائفية في العراق وسوريا هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: ما هي ملامح المنطقة الاستراتيجية التي تعمل إيران وميليشياتها الطائفية على إقامتها في العراق وسوريا؟ وكيف استغلت ميليشيات إيران الفراغ بعد هزيمة داعش لبناء هياكل أمنية وسياسية واقتصادية لتشكيل هذه المنطقة الاستراتيجية؟ وما هي خطورة إقامة هذه المنطقة الاستراتيجية الإيرانية على أمن واستقرار العراق وبقية دول المنطقة؟ وما هي فرص هذه المنطقة الاستراتيجية في النجاح والديمومة والبقاء في ضوء العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران ومشاكل إيران السياسية الأخرى؟ وهل ثمة استراتيجية أمريكية واضحة وجدية للتصدي لهذه المنطقة التي تعمل إيران وميليشياتها على إقامتها؟ ضيف طاولة رافع الفلاحي، عبد الوهاب القصاب، ثامر العلواني. رغم كل العقوبات التي تواجهها والفقر الذي يفتك بشعبها، تصر إيران على إهمال أحوال الشعب والالتفات إلى الخارطة الإقليمية من أجل إكمال مشروع السيطرة على المنطقة انطلاقا من العراق إلى سوريا فلبنان. دراسة لمعهد نيو لاينز الأمريكي حول كيفية إنشاء الميليشيات المرتبطة بإيران نظاما جديدا للسيطرة على منطقة استراتيجية تربط العراق وسوريا تظهر مدى تغلغل هذه الميليشيات في مؤسسات الدولة في العراق حتى الأمنية منها. وبحسب الدراسة فإن ميليشيات إيران سيطرت على أكثر من 72 حقلاً نفطياً في منطقة الجيارة جنوب الموصل، وسرقت حوالي 100 صهريج نفط خام يومياً، إضافة إلى مئات آلاف الدولارات التي تحصل عليها الميليشيات من الابتزاز عند نقاط التفتيش غير القانونية التي أقامتها في جميع أنحاء البلاد. معهد نيو لاينز أكد أن الميليشيات الموالية لإيران في العراق أصبحت تشكل دولة عميقة تعتمد على الاقتصاد السياسي الذي ينخره الفساد في ظل التواطؤ الحكومي والعجز عن مواجهتها، وذلك بعد أن بسطت هذه الميليشيات هيمنتها على المناطق المنكوبة وخصوصا على امتداد الحدود مع سوريا. وتستفيد إيران في تمددها هذا من الانتقائية التي تعاملها بها أمريكا، فهي من جهة تضغط عليها اقتصاديا ومن جهة أخرى تتغاضى عن التمدد الميليشيوي بطريقة أو بأخرى، حتى باتت تجمعات الميليشيات في مناطق قريبة من القواعد الأمريكية في العراق وسوريا. السنين الأولى من حكم الخميني اعتمدت على التصدير الفكري لثورته، لكن مع التوترات الإقليمية بدأ التحرك العسكري عن طريق إنشاء الميليشيات وتدريبها وإعدادها فكريا وعسكريا، حتى بات الخطر الإيراني واقعا ملموسا يثير الفوضى في جميع دول المنطقة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في جهودي أو خطط إيران لإقامة منطقة استراتيجية تربط العراق بسوريا، وهو ما جاء في أحدث تقرير لمعهد نيو لاينز للدراسات الاستراتيجية في واشنطن. ضيوف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، ودكتور عبد الوهاب القصاب زميل المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسة، وطبعا سيكون معنا عبر سكايب من واشنطن، والدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق عبر سكايب من عمان. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. أهلا. نبدأ مع دكتور عبد الوهاب القصاب في واشنطن. مساء الخير دكتور. أهلا. أنا عندي صباح الخير بالمناسبة. صباح الخير. ماشي صباح الخير.
دكتور، تقرير حديث لمعهد نيو لاينز للدراسات الاستراتيجية يتحدث عن أن إيران وميليشياتها بصدد إقامة منطقة استراتيجية في المنطقة، واحد من أبرز معالمها ربط العراق بسوريا، السيطرة على الحدود. هل ثمة ملامح ما لهذه المنطقة الاستراتيجية الآن بحيث يمكن الحديث عن هذه المنطقة فعلا؟ بالتأكيد. أولا أكيد مساء الخير عندكم، كيف الأحوال؟ والتحية موصولة لأخي وصديقي وعزيزي الأستاذ الدكتور أبو مروان وللأخ العزيز الدكتور ثامر. الحقيقة يعني الموضوع هذا ليس مستجد ولا هو غريب، ولم يعني يقم الجانب الإيراني بإخفاء أهدافه. ولعلي كنت حقيقة في أوراق سابقة تعود إلى 2007-2008 ملقاة في بحوث في ندوات، قد أشرت إلى المشروع الطموح جدا الذي تسعى إيران لتحقيقه لكي تتحول إلى قوة إقليمية مهيمنة حسب الرؤية التي طبعا تدمرت، حسب رؤية المرشد الرهبر الذي كان يرى في 2025 هي النقطة التي ستهيمن فيها إيران على منطقة الشرق الأوسط عموما، تكون الدولة الأولى. لكن هذا المشروع حقيقة تآكل، وإن كان لديكم وقت متاح سأشير إلى أركان تآكله. تفضل دكتور نسمعك. المشروع الطموح حقيقة يبدأ من سلسلة جبال البامير التي تفصل ما بين أفغانستان والصين وينتهي على الشواطئ الشرقية للبحر المتوسط، عابرا أفغانستان، إيران، العراق، سوريا ولبنان. وظفت إيران الملالي كل قدراتها، إمكانياتها وقدراتها، والمتمثلة حقيقة أولا وأخيرا بالذيول. من المعروف عن الإيرانيين أنهم لا يقاتلون بنفسهم وإنما يقاتلون بغيرهم، فوظفت من الطائفة الشيعية الهزارة الموجودة في أفغانستان من يدافع عن مصالحها في أفغانستان سعيا نحو السيطرة على أفغانستان في يوم ما، وهذا أمر مشكوك فيه في حقيقة الحال إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار قوة العدو النوعي في المكان، سواء كانوا طالبان، سواء كانوا يعني القبائل الأفغانية البشتونية القوية جدا أو الحكومة الأفغانية التي يعني لا يشكل الشيعة إلا نسبة مئوية غير مهمة، ضعيفة ضئيلة حتى. من هنا بإمكاننا أن نقول بأن الإنجاز الوحيد الذي أنجزته إيران في أفغانستان هو توظيف الميليشيات سعيا نحو وقت معين بإمكانها أن تهيمن، ولكي تهيمن هدفها أن تكون على حدود الصين لكي تكون شريكا حقيقيا للصين في مشروعها المسمى بالحزام والطريق، أي أن إيران تسعى لكي تكون الخانق الذي بدونه لن تتمكن الصين من تحقيق مشروعها الطموح بالوصول إلى أوروبا وامتصاص يعني قدرات وطاقات أوروبا. إيران نفسها كيان غير مستقل وغير مستقر آسف، وإيران نفسها يعني تسيطر مؤسسة الملالي عليها عن طريق القمع والإكراه بالأداة العسكرية التي يمثلها الحرس الثوري. ثم العراق أيضا وظفت الذيول وتمكنت من السيطرة على العراق حقيقة بحلف تخادم أو باتفاقية تخادم بينها وبين المحتل الغازي الأمريكي، بحيث تركت كما يبدو الولايات المتحدة الشأن الداخلي العراقي لإيران على أن تحتفظ الولايات المتحدة بالخيارات الاستراتيجية النهائية للحكومة العراقية. ومن هنا بإمكاننا أن نفهم كيف أن في نهاية اليوم في أي وقت أن الحسابات الاستراتيجية الأمريكية هي التي تسري، سواء كانت في مجال الطاقة، في مجال التعاقدات، في مجال العلاقات الدولية، في أي مجال آخر. لكن
الهيمنة على الداخل العراقي ترك هكذا مفتوحا للميليشيات، سواء كانت موالية للحكومة العراقية، وهي ليست موالية بالتأكيد، موالية للعمائم التي تحكم العراق الآن من وراء الستار، وهي ليست بتلك القوة، أو ميليشيات منفلتة غير منضبطة موجودة في الشارع، يعني أسماءها معروفة لدى الجميع لا داعي لتكرارها. فإذا أصبح العراق هنا في هذه المرحلة حلقة أساسية من حلقات المشروع الإيراني بالسعي نحو المتوسط. لكن مشكلة إيران أيضا هنا أن الممر الذي عليها أن تمر عبره لكي تصل إلى المتوسط هو ممر غير موالي لإيران عقديا. يعني إذا ما عددنا المحافظات ديالى، بغداد، الأنبار، صلاح الدين، دكتور الموصل. أشكرك شكرا. سنتحدث ربما عن الظروف أو المعوقات التي قد تعرقل هذا المشروع، وعن حقيقة وجود استراتيجية أمريكية في العراق أو في المنطقة للتصدي لهذه الاستراتيجية الإيرانية التي دأب على تكرار وصفها بأنها أنشطة إيران الخبيثة والمزعزعة للاستقرار في المنطقة. سنتحدث إن شاء الله. نذهب إلى ضيفنا دكتور رافع الفلاحي. دكتور مرحبا بك معنا. حياكم الله. مرحبا دكتور. يعني أليست مبالغة ربما، يعني هناك من يعتقد أنه مبالغة أنه إيران تتصرف كأنها دولة كبرى، دولة إقليمية كبيرة بصدد إنشاء منطقة استراتيجية مترامية الأطراف؟ إيران دولة كما وصفها الدكتور عبد الوهاب أنها غير مستقرة، ربما هشة، معزولة سياسيا، مكروهة إقليميا، معاقبة اقتصاديا، ثمت مشاكل كبيرة أمام النظام في إيران، هو ليس في وضع مريح حتى يتصرف كأنه الاتحاد السوفيتي أو الولايات المتحدة يقيم مناطق استراتيجية مترامية الأطراف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحييك أستاذ ماجد وأحيي ضيوفك الكرام الدكتور عبد الوهاب القصاب والدكتور ثامر العلواني. أهلا وسهلا. الحقيقة ما تقوله حضرتك هو يعني ربما شرح لواقع الحال الذي يسكن الفكر السياسي الإيراني. إيران تريد أن تكون قوة إقليمية وثم قوة دولية تتحكم في المنطقة، لها رأي في المنطقة، تشارك في معادلة لا يمكن لمعادلات المنطقة سياسيا اقتصاديا اجتماعيا أمنيا أن تحصل عليها أي تغيير أو إضافات إلا بمشورة إيران. هكذا تريد إيران. إيران لديها، نعم لديها عوامل ضعف كثيرة، لكن هي تعتقد أن هناك عوامل قوة أيضا الآن في هذه الفرصة من الزمن التي فسحت لها من عام 2003 لحد الآن. هناك في جانبها الشرقي وجانبها الغربي العراق وأفغانستان دولتين ربما لا دولة الحقيقة فيها، وهي لديها قدراتها في هذه الساحتين وخاصة في العراق. فبالتالي هي تسعى إلى أن تكون قوة مؤثرة، وإذا ما أرادت أن تكون قوة مؤثرة، هذا أنا أتكلم في التفكير الإيراني هكذا، إذا ما أرادوا أن يكونوا قوة مؤثرة فعليهم بالتفكير الإيراني أن يسلكوا سلوكين، إما أن يكونوا قوة عسكرية، والقوة العسكرية التقليدية لا تعني شيئا الآن في هذا الزمن، فإذا عليهم أن يذهبوا إلى القوة النووية. لذلك شهدنا أن غالبية الأموال الإيرانية، غالبية الجهود الإيرانية انصبت لبناء مفاعلات نووية، وصولا إلى يريدون أن يصلوا إلى السلاح النووي ويدخلون النادي النووي ويكونوا قوة نووية يحسب لها حسابها في المنطقة. هذا من ناحية. الناحية الثانية، الظرف الحالي ما بعد احتلال العراق واحتلال أفغانستان هيئ لهم الفرصة وخاصة في العراق إلى أن يفكروا في التمدد والتوسع والهيمنة عبر العراق، مرورا بسوريا وما حصل في سوريا بعد ذلك، والميليشيات الإيرانية وإيران ودفاعها عن بشار الأسد، وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط، وهذا ما يسمونه اللي يطلق عليه في فترة من الفترات الهلال الشيعي تواصلا مع لبنان وإيران. وبغض النظر في قضية الهلال الشيعي، أريد أن أقول أنه إيران لو كان الإطار البوذي يخدم هذا المشروع لاعتنقت البوذية. إيران ليس لها علاقة بالقضية الدينية والمذهبية، هذه كذبة كبيرة. والدليل على هذا كلام خميني عندما قال نتعاون مع الشيطان من أجل مصالحنا. هكذا هم.
فبالتالي هم لديهم هذا المسار وهذا الطريق الذي يريدون أن يسلكوا به من إيران باتجاه العراق وصولا إلى سوريا وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط، وأن يكونوا قوة مؤثرة ولهم منفذ على البحر الأبيض المتوسط، غازهم يصدر لهناك، لهم رؤية، لهم علاقات مع دول البحر الأبيض المتوسط. هذه يحتاج خاصة في العراق، خاصة في العراق كان يحتاج من عام 2003 وما أشار له أخي الدكتور عبد الوهاب القصاب، هذا التخادم، العلاقة التخادمية مع أمريكا، يحتاج له إلى أن يبنى طريق، أن يبنى ممر. لكن هذا الممر عندما يبنى يحتاج إلى إزاحات، يحتاج إلى قوى تحميه، يحتاج إلى تغيير ديموغرافي، يحتاج إلى ثبات واستقرار. هي لديها الميليشيات، لديها هذه القوى، لديها حكومات متعاقبة، هي صنيعتها، بناء أحزاب صنيعتها ورعتها قبل 2003. لذلك دفعت بهذه القوى العراق الطريق يمر ربما بمسارات عديدة، ويمكن للدكتور عبد الوهاب القصاب أن يحدد هذه المسارات. نعم. ربما أنا قرأت عن 4 مسارات تبدأ من الديالة وتذهب إلى خانقين وتذهب إلى الشرقاط وغيرها وإلى ربيعة والكثير من هذه، لكن كل هذه الطرق تحتاج إلى هذه، ليست في فراغ، في العراق موجود فيها ناس، فيها بشر، فيها قوى عربية، فيها قوى عراقية، يجب إزاحتهم، إزاحة هذه القوى بالقتل. سنتحدث إذا سمحت لي، سنتحدث عن عوامل إخفاق هذا المشروع وعدم نجاحه، أو عوامل نجاحه والمعوقات التي قد تعرقله أو تفنيه في النهاية. دكتور ثامر العلواني مرحبا بك معنا. تفضل دكتور. آسف تفضل. فقط أستاذ ماجد، فقط أريد أن أقول لك أنه هذا المشروع ربما تطور بهذه الشكل واللي يجعلنا نتحدث عنه بهذه الطريقة، ويذكر في تقرير معهد نيو لاينز للدراسات الاستراتيجية، هو ما بعد عام 2014، بعد السيطرة الكاملة للميليشيات الإيرانية على العراق. بعد هذه النقطة دكتور، يعني هذه النقطة بدنا نسأل عنها ضيفنا دكتور ثامر. أشكرك أنت، يعني شكرا وصلتنا. دكتور ثامر، يتحدث التقرير معهد نيو لاينز أنه إيران وميليشياتها استغلت الفراغ الناجم بعد هزيمة تنظيم داعش في بناء هياكل أمنية وسياسية واقتصادية لتشكيل وإقامة أو وضع اللبنات الأساس لهذه المنطقة الاستراتيجية. السؤال، إيران استثمرت أو استغلت هذه الظروف أم أنها ساهمت في صناعة هذه الظروف، ما يسمى الإرهاب، تنظيم داعش وغيرها، لها يد في صناعتها وبالتالي استثمارها لإقامة هذه المنطقة الاستراتيجية؟ أولا حياك الله أخي الكريم أستاذ ماجد، وتحية للدكتور القصاب والدكتور رافع. حقيقة ما ذكره ضيفيك الكريمين كلام حقيقي واقعي. هناك طبعا، قبل ممكن أجيبك قبل كل شيء، نعم إيران ساهمت في هذا الوضع، إيران لها اليد الطولة مع الأمريكان في وصول العراق إلى ما هو عليه، في الإتيان بميليشيات، في ما وصل العراق إليه، ومرورا بأحداث داعش إلى يومنا هذا. إيران حقيقة استغلت هذا الوضع، ولأنها تعتبر أن الحدود الرابطة ما بين سوريا والعراق هي حلقة استراتيجية مهمة للغاية لإيران، وتريد إيران أن تكون رقم لا يستهان به في هذه المنطقة. إيران حقيقة عملت في هذه المنطقة من العراق إلى سوريا 3 مسارات مهمة. أولا الطريق الذي يمتد من البصرة نحو الأنبار ثم سوريا ثم البحر المتوسط وكذلك إلى لبنان، والطريق الثاني مثل ما تفضل به الأساتذة الكرام يمتد من ديالى إلى بغداد ثم الأنبار ثم سوريا، والطريق الأهم الذي هو تعمل الآن عليه بشكل كبير جدا الذي هو يمتد من ديالى وصلاح الدين مرورا بالموصل، تل عفار، الرقة، حلب، وصولا إلى اللاذقية والبحر المتوسط. هذه المناطق سيطرت عليها إيران بشكل كامل ومباشر عن طريق ميليشياتها، وأيضا عن طريق الحكومات والقوات الحكومية التي هي أغلبها توالي إيران. هذا يعني أن إيران حققت أهداف استراتيجية، ليس فقط بالوصول إلى طريق إضافي للبحر المتوسط عبر الموصل، بل في أنها تزاحم دول إقليمية من خيارات استراتيجية. فإيران لا تعتبر أن هذه المنطقة يمكن أن تتركها لغيرها،
ولذلك هي تعزز نفوذها في المنطقة، وتكون هذه تعزيز النفوذ ورقة أخرى لإيران تتناولها وتتناور بها أمام القوات الدولية. وأيضا هذا الطريق الذي نتكلم عنه هو أحد مصادر تمويل الميليشيات المسلحة، لأنها صاحبة السيطرة على المنطقة. إذا جئنا إلى بعض الأساتذة الكرام، ذكر نقطة مهمة جدا، أنه هذه تحتاج إلى تغيير ديموغرافي. طبعا بداية لابد أن نضع أمور مهمة جدا ومفصلية. الآن إيران لا تعتمد على الشيعة كشيعة عرب العراق أو غيره. الآن الإيران لديها ميليشيات موالية لها مباشرة، هي التي تعتمد عليها. ولذلك اتخذت إيران في السنين الأخيرة خصوصا إزاحة مناطق كاملة على الشريط الحدودي، سواء في ربيعة هناك 160 قريبا أزيحت من الشريط الحدودي، منطقة سنجار استطاعت إيران أن تسيطر عليها عن طريق ميليشياتها. إيران أيضا أذكر مهمة، الآن إيران انتقلت إلى أنها تتعاون كما ذكر الدكتور رافع، أنها تتعاون مع الشيطان، تعاونت مع حزب البككة الذي هو حزب إرهابي عالميا، واتفقت على مناطق سنجار أنه يكون التعاون ما بين الميليشيات وبين هذا الحزب للسيطرة عليه. ولكن إيران تعلم أن هذه المنطقة التي هي منطقة سنجار ووصولا إلى سوريا ممكن أن تتدخل بها أمريكا عن طريق منظمة قسد الإرهابية في الجانب السوري. ولذلك أين التجأت؟ نزلت إلى منطقة القائم، ومنطقة القائم الآن فيها تهجير منظم والاستيلاء على البيوت بشكل كبير جدا من قبل الميليشيات. فهذا يوضح المنطقة الاستراتيجية التي ذكرها التقرير، وأنا أشيد وأؤكد على كلام الدكتور القصاب والدكتور رافع بأن الأمور ليست جديدة، هذه الأمور إيران تسير بها منذ سنوات، ولكن التقرير ربما أراد أن يؤكد عليها في هذه المرحلة. فإيران الآن تتخذ هذه المنطقة استراتيجيا لاستغلالها، وهي تتخذ عدة مسارات وعدة طرق خشية أن يغلق عليها مسار فتتخذ المسار الآخر البديل لكي تكمل مشروعها إلى البحر المتوسط. أشكرك. نتحدث طبعا بعد هذا الفاصل الذي سنتوقف عنده عن فرص نجاح أو المعوقات التي قد تعرقل هذا المشروع لناحية الداخل في المنطقة يعني العربية، ولناحية الخارج يعني هذا التصادم الأمريكي الإيراني وتداعياته على يعني هذه الخطط في إقامة هذه المنطقة الاستراتيجية. نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوف حلقة طاولة حوار لهذه الليلة، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في خطط إيران في إقامة المنطقة الاستراتيجية في العراق وسوريا. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور عبد الوهاب القصاب ودكتور ثامر العلواني. دكتور عبد الوهاب القصاب، يبدو أن هذه واضح أن هذه المنطقة الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة لا تسير بالسلاسة التي تأمل إيران، تواجه المنطقة الكثير من المطبات، الحفر، المعوقات. تحدثت إن لم تخن الذاكرة عن ضد نوعي لهذه المنطقة يمتد من ديالة ويعني ما بعد ديالة وصعودا باتجاه يعني غرب العراق. سنتحدث طبعا عن معوقات هذا المشروع لناحية الداخل، أقصد في المنطقة، ولناحية الخارج، أمريكا، استراتيجية أمريكا في التصدي لهذه الاستراتيجية. الداخل، هذا الداخل المخالف ضد عقدي، مخالف لإيران، ما الذي يمكن أن يفعل ليعرقل هذا المشروع، لينهي هذا المشروع، ليقتله، لينهي؟ أكيد يعني هذا السؤال
حقيقة ممتاز ويحتاج إلى شيء من التفصيل في الإجابة. طبعا نسمعك دكتور. الثقل الديموغرافي الذي يبدأ من الحدود العراقية الإيرانية عند المنذرية ويتجه غربا باتجاه كل مواجهة الحدود العراقية السورية البالغ طولها حوالي 650 كيلومتر. الثقل الديموغرافي في هذه المنطقة ليس مهادنا ولا مواليا ولا محبا لإيران، وقد كان على مر الزمن هذا الضد النوعي هو الذي يجهض مخططات الدول الإيرانية السابقة الإمبراطوريات، يعني في كل غزوة تعرض لها العراق من قبل الصفويين أو القجاريين كان هذا الضد النوعي هو الذي يقف مع السلطة ويجهض مساعي الحكومة الإيرانية في وقتها ويطردها، يعني تطرد خلال عقد عقدين ثلاث عقود أكثر مرة ظلت من السنين ويطردها خارج الحدود. الآن حقيقة بإمكان هذا الضد النوعي أن يقوم بالمعجزات لإجهاض المشروع الإيراني، لكن الذي نلاحظه أن هذا الضد النوعي يعاني من شرذمة واسعة النطاق أودت بصوته وسلموا قيادهم لمجموعة من الفاسدين الذين أيضا تماهوا وتخادموا مع المشروع الإيراني، منهم من ذهب إلى إيران يستجدي عفها، منهم من حاول أن يقدم تنازلات في المنطقة عن طريق تشكيل الحشد العشائري الموالي للحشد الذي شكله السيستاني. هذه هي نقطة ضعف الضد النوعي الكبرى الموجودة في هذه المنطقة، ولذلك فلأجل البدء حقيقة في إعادة اللحمة لهذا الثقل الديموغرافي الكبير والذي هو يعني يكاد يكون نصف سكان العراق، ينبغي بذل الكثير من الجهود في هذا المجال، وهذه الجهود ينبغي أن تكون محصلة أفعال توعوية على الأرض مادية بمنع السكان أو المالكين من أن يبيعوا ولو مترا مربعا من أراضيهم للطارئين. وهنا أيضا بإمكاني أن أشبه ما يقوم به العدو الإيراني في العراق، أنا أسميه العدو حقيقة، نحن بإزاء إعادة تعريف الأعداء، يعني نحن الآن لدينا عدوان فقط في المنطقة، الكيان الصهيوني والكيان الإيراني. الكيان الصهيوني والكيان الإيراني في أدواتهما ووسائلهما متشابهان، إحلال، سياسة إحلالية، سياسة تبديل عرقي وديموغرافي، وسياسة تبديل يعني بإمكاننا أن ندعوه يعني مسح ومحو ثقافي. فإذا الإجراءات ينبغي أن تضع هذه الأولويات وأن تعد دراسة معمقة من ذوي الخبرة وأن تكون النتائج بهذا الاتجاه، اتجاه توعوي من جهة واتجاه مادي يمنع السكان في أن يتنازلوا ولا عن شبر من أراضيهم لأي طارئ على المنطقة، والاتجاه الثالث ينبغي أن يتحول إلى جهد للدفاع عن هذه المنطقة بأي طريقة من الطرق التي يمكن أن يتم تبنيها. لاحظت أنه أنا قلت أن لدينا عدوان يعني في المنطقة، يعني إيران، وحقيقة تعبير العدو لا يطلق إلا عندما يتحول من خصم أو عدو محتمل إلى عدو حقيقي، والكيان الصهيوني وإيران تحولا من 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 خصم أو من عدو محتمل إلى عدو حقيقي يفعل فعله على الأرض. قد تسألني وأين الولايات المتحدة، وأنا أقول لك أن الولايات المتحدة فعلا أنا أتسألك يعني ما دام أنت في واشنطن، هناك من يتحدث من الإدارة الأمريكية ومن أصدقاء الأمريكان
الأمريكيين أنه الولايات المتحدة الأمريكية لديها استراتيجية للتصدي لهذه الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة، لكن مارتن أندك سفير الأمريكي السابق في إسرائيل ومبعوث رئاسي للدار الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط يقول أن التصدي لطموحات إيران بالهيمنة إقليميا عمل في غاية الجدية، لكن يجب أن نكون حذرين بإطلاق تهديدات غير مستعدين لدعمها، لا نستطيع أن ندعمها أو الإعلان عن أهداف لا نملك الإرادة لتحقيقها وليس لنا مصلحة في ذلك. هنا هل ثمة مصلحة أمريكية للتصدي للاستراتيجية الإيرانية وإيران وأمريكا منذ عام 2003 ما قبلهم وحتى ما بعدهم كانوا شريكين في عملية غزو واحتلال العراق؟ أعود إلى القناعة التي أعربتها قد تكون خطأ يعني بأن إيران والولايات المتحدة ليس حليفان وإنما متخادمة. لا يمكن تصور أن دولة صغرى يمكن أن تتصاعد بعلاقتها مع الدولة الكبرى إلى مستوى التحالف. في أفضل الحالات هي ذيول، هي توابع، هي لا. إيران حقيقة هي خادم في هذه، حتى هي خادم، هي تخدم المشروع الأمريكي. المشروع الأمريكي في المنطقة كانت له أهداف أقلع عنها الآن عندما تحول إلى آسيا باسيفيك، إلى ساحة الصراع الكونية المقبلة، وترك بشكل وبآخر منطقة المشرق العربي والشرق الأوسط، وهي الثغرة أو الإسفنجة التي سحبت الجهد الإيراني في حينها. وحقيقة ما يلام على ذلك هي سياسة الرئيس السابق باراك أوباما الذي حاول أن يعقد صفقة الاتفاق النووي بأي ثمن، وكان الثمن هو التخلي حقيقة لإيران عن يعني محاولة تمددها في هذه المنطقة بالذات. لكن الولايات المتحدة بعد فترة لاحظت أن خيارات الاستراتيجية هي بالذات ستتهدد فيما إذا سمح لكيان من هذا القبيل لكي يسيطر على المنطقة. حقيقة هنالك يعني ثمة مفكرين أمريكان سابقين يعني حتى في القرن التاسع عشر من حاولوا أن يسبروا أغوار العقلية الإيرانية وتوصلوا إلى أن العقلية الإيرانية عقلية معقدة مخاتلة مخادعة تحاول أن تجبر أو تلجئ الخصم على أن يسلم لها بما تريد نتيجة إلحاحها على نقاط ثانوية وترك المحور الأساسي الذي تريد أن تكسب فيه. وهذه حقيقة هي لاحظ كيف جواد ظريف وهو من المثقفين الإيرانيين حقيقة يعني مثقف ومخضرم ودبلوماسي منذ نعومة أطفاله ومعد علميا إعداد جيد، لكن لاحظ كيف هو يتصرف عندما تتم المفاوضات حول الخيار النووي الإيراني وطلب عودة الولايات المتحدة عنه. يتحدث كأنهم هم المنتصرون، يتحدث بأنه على الولايات المتحدة أن تسلم لهم بما يريدون، وهو يعلم بأنه وهم. لكن هذه هي إيران، وبهذه الطريقة بطريقة تفخيم الذات نفخ الذات خلقت قناعة لدى دوائر موجودة هنا في الولايات المتحدة أنه ليس من المصلحة أن تتصادم مع إيران، ولكن المصلحة الأمريكية تقتضي محاصرة إيران بأي طريقة من الطرق يعني. أشكرك دكتور. أشكرك دكتور، تفضل إذا عندك كلمة. أنا يعني فقط أريد أن أكمل أن هذا هو يعني هذا هو الذي تسير عليه الإدارة الأمريكية. أما بالنسبة لنا نحن، أنا قلت أن الولايات المتحدة هي أس المشاكل للعراق وللمنطقة العربية، أس المشاكل للعراق والمنطقة العربية، لأنها كانت تنظر إلى هذه المنطقة بأنها الكنز المستقبلي الذي بإمكانها أن تسيطر على العالم من خلال سيطرتها على 60 إلى 70% من إمدادات الطاقة واحتياطاتها الموجودة في المنطقة. المزاج تغير بعد أن تمكنت هي الولايات المتحدة من أن تمسك بمفاتيح الطاقة في داخلها، هذا واحد، وأن تتحول هي وجزء كبير من العالم المتقدم إلى ما يسمى بالطاقة النظيفة. والطاقة النظيفة الآن تجدها في هنا في الولايات المتحدة في أي مكان، عن طريق الرياح، عن طريق الطاقة الشمسية، عن طريق تحويل حتى السيارات والمركبات من سيارات دكتور تسير بمحرك. كان بودي أسمع حديثك القيم وشيخ، بس عند الوقت الحقيقة ده يضغط علينا والضيوف أتأخرنا عليهم كثيرا. دكتور عبد الوهاب أشكرك. دكتور رافع الفلاحي، هناك من يتحدث بيقين
أن الولايات المتحدة الأمريكية فعلا بصدد استراتيجية واضحة وجدية وحازمة ضد إيران وميليشياتها في المنطقة والاستراتيجية الإيرانية؟ لأن الحقيقة التهديد الإيراني ما عاد تهديدا لدول المنطقة وشعوبها، بل أضحى أيضا تهديدا للمصالح الأمريكية. هناك ميليشيات موالية لإيران، هناك تعرض لمصالح أمريكية في العراق، تعرض لمصالح حلفاء رئيسيين وتاريخيين للولايات المتحدة، قصف سفارات، وبالتالي فعلا هناك استراتيجية إيرانية هي الحاسمة، ستكون لها كلمة الفصل في لجم وردع الاستراتيجية الإيرانية. شنو رأيك؟ هذا أستاذ ماجد، هذا ماجد أستاذ ماجد حقيقي، لكن علينا أن نفهمه بالشكل التالي. نعم. يعني عندما تحدثت في البداية وأشرت إلى أنه يعني إيران لديها طموح أن تكون قوة إقليمية وبالتالي قوة دولية مؤثرة في قرارات المنطقة، أمنيا، عسكريا، سياسيا، اقتصاديا، في كل الاتجاهات. وقلت أن لديها وسيلتين مهمتين. الوسيلة الأولى لتحقيق هذا هو حصولها على السلاح النووي، والوسيلة الأخرى هي التمدد ويعني السيطرة على مناطق كثيرة وبناء هذا الطريق اللي تحدثنا عنه بمسارات المتعددة وبخيارات المتعددة. علينا أن ننتبه إلى قضية مهمة في هذا الموضوع، أنه هذا العالم ما عادت كل دولة يعني تفعل ما تريد يعني بدون أن تكون هناك عليها ضغوط أو رقابات أو موافقات دولية يجب أن تحصل عليها. ما عاد هذا الموضوع، هذا الموضوع الآن نحن في عام 2021 وماضين بغير اتجاه. القضية ليست مثل أعوام الستينات والخمسينات من القرن الماضي، لا الآن. فما سمح، ما يسمح لإيران بالتمدد، بالتغول، بالذهاب إلى سوريا، بالتغول على العراق، بالتفكير بطريق، هذا يسمح له، يسمح لحد الآن. لكن في قضية النووي مهما حاولت إيران، مهما أرادت إيران، مهما عاندت، مهما تحدثوا عن المشروع والاتفاقيات وحوارات جنيف والموافقة على الاتفاق النووي، بالتالي لن تحصل الموافقة على حصول إيران على السلاح النووي أبدا، وهذا قطعيا لن يحصلوا عليه. لكن هم سامحينهم بهذا التمدد، بهذا الطريق، بالسيطرة على العراق والسيطرة على سوريا، هذا جزء من عنده، لأنه في أي وقت يستطيعون توريط إيران وإسقاطها نهائيا. نحن نعرف تاريخيا يعني في الدراسات التاريخية وبالأمثلة الكثيرة أن كل الدول وكل الإمبراطوريات تسقط عندما تتمدد. واحد من أهم يعني أسباب سقوطها هي التمدد، عندما تكون قواعدها بعيدة عن المركز. عندما تذهب إيران بالتفكير إلى أن تكون لها تغور على البحر الأبيض المتوسط، مرورا بالعراق، مرورا بسوريا، فر إلى لبنان، هي تعتقد أنه لديها ميليشيات هذه قوية هذه، لكن لا تحسب حساب المقاومة القادمة. هذه شعوب حرة ولا تقبل. العراق الآن في عام 2021 بعد 18 سنة ليس العراق عام 2003. من كان في 2003 2005 6 7 10 بال 12 يشتم إيران في الشوارع بهذه الطريقة ويعرق صور خميني وقامنئي وكل رموزهم؟ هذا الآن يحصل في العراق ويحصل في كل مكان، ويحصل في لبنان ويحصل في سوريا. هذا هناك تغير. نعم لديها لواء فاطميون الأفغاني، لواء زينبيون الباكستاني، ما أعرف منه، ميليشيات نجباء بدر، كل هذه قوى يعني لا تشكل قوى ثابتة، هذه قوى متغيرة وممكن أن تذوب في أي لحظة. فبالتالي إيران ممكن أن تتورط في هذا الاتجاه، ممكن أن تتورط في هذا الذهاب، وهي وهذا واقع الحال. إيران سينتهي مشروعها، وعندما يبدأ الخوار في الثغور البعيدة قرب البحر الأبيض المتوسط، إذا ما وصلوا، إذا ما بنوا بناء، إذا ما بنوا هذا الممر، سيسقط من هناك الضعف، سيبدأ سيسير باتجاه المركز وسيسقط المركز. إيران تعاني من مصائب مثل ما قال الدكتور عبد الوهاب القصاب، داخلها هناك انقسامات كبيرة، هناك فقر، هناك وضع اقتصادي سيء، هناك كثير من المشاكل الكبيرة، لذلك هي معرضة للسقوط جدا. إيران ليست قوية، إيران نمر من ورق فعلا. وبالتالي لكن المشكلة في هذا، يعني في بدقيقة واحدة حتى لا أطيل، تفضل. المشكلة في هذا أنه العراق ضعيف، أنه العراق الآن يشكل اليوم الحلقة الأضعف
في المعادلة الإقليمية. إيران الآن وظفت العراق جغرافيا لخدمة مشروعها بهذا الشكل، لديها ميليشيات ولديها أحزاب هي الحاكمة وهي التي تنتخب الحكومات هذه، لكنها هذه ظروف تبقى ظروف وقتية ليست دائمة، ستنتهي وتتغير، لا يمكن استمرارها. لذلك سقوطها سقوط حتمي، وسيأتي سقوطها، وسيسقط كل هذا المشروع لأنه فيه توريط حتى غربي وأمريكي لإيران، توريط في أن اذهبوا بهذا الهلال الشيعي ما يسمونه، اذهبوا بالتفكير للذهاب إلى البحر الأبيض المتوسط، اذهبوا بكل هذا الاتجاه. إيران ليست قوة دولية عظمى، ليست روسيا، ليست أمريكا، نعم. ليست هذه دولة إقليمية بسيطة الآن تستخدم كوظيفة لها لابتزاز دول الخليج وغيرها وغيرها، لكن هذه الوظيفة لن تستمر. فلذلك مشروعها مشروع يبقى مشروع في مهب الريح، سيسقطها وستصرف عليه الكثير. نعم، شكرا دكتور ثامر. هناك من أيضا يقول أن الوضع الذي كان قبل 2003 والسنين التي تلت 2003، وهي أشار الدكتور رافع السنين بعد 2003 غزو العراق، الحقيقة الآن الوضع ليس كما هو سابقا، الآن في المنطقة استراتيجيتان متنافرتان متناقضتان، إيران لها استراتيجية مستقلة في المنطقة، الولايات المتحدة أيضا صاحبة استراتيجية في المنطقة، المنطقة لا تتسع لهاتين الاستراتيجيتين، لابد لأحد إحداهما من إزاحة الأخرى، وطبعا في قراءة وفق إمكانيات كل دولة، يعني كانوا الذي يتحدث أن الغلبة ستكون الاستراتيجية الأمريكية بالنهاية. أولا أنا أؤكد على ما ذكره الدكتور، لا تفضل دكتور، لك سؤال. إيران ليست قوة عظمى في المنطقة، هذا نعم. نعم، أؤكد على ما ذكره الدكتور قصاب والدكتور رافع بأن إيران ليست قوة عظمى، ولكن إيران لديها مشروع وتعمل عليه. العراق طبعا ليس في المعادلة أنه أصلا ضعيف محتل من عدوين، أمريكا وإيران. للأسف القوى الإقليمية الأخرى والقوى الدولية والقوى دول الجوار ليست لديها مشاريع بالضد من مشروع إيران، ولهذا إيران مستمرة وبحرية يعني نسبية في تحقيق مشروع. لا شك أن أمريكا أقوى من إيران لو كانت هناك عملية ضد وتناقض ما بين الإيرانيين والأمريكان، ولكن إذا جئنا إلى الواقع لوجدنا أن أمريكا هي من سيطران في التغلغل في العراق والمضي في مشروعها في العراق. يعني إذا جئنا على حرب ضد تنظيم داعش، من الذي ساند الميليشيات؟ هذه المناطق أمريكا ساندت الميليشيات بكل قوة، نعم. ولولا الأمريكان لما استطاعت الميليشيات أن تدخل الموصل، نعم. ولما استطاعت الميليشيات أن تدخل الأنبار، ولما استطاعت الميليشيات أن تفرض سيطرتها على المناطق الموجودة حاليا. فإذا مثل ما تفضل الدكتور القصاب، ليس هناك عداء ما بين أمريكا، نقول أنه لا يمكن مرور هذا المشروع لأن أمريكا لا تريد. من يقول أنه أمريكا لا تريد؟ من خلال الواقع على الأرض أمريكا، قال الدكتور قصاب أن هناك تخادم ما بين المشروعين، والدكتور رافع الآن أضاف معلومة مهمة أنه ممكن أمريكا تعطي إيران هذا التغول وهذا الانفتاح وأمضي في مشروعك، ولكن في النهاية أمريكا تعلم متى تقول لإيران قفي. ولكن هل نصبر ونتحمل إلى أن تقول أمريكا كفى؟ طبعا القضية ستكون لابد أن تكون للشعب العراقي. أنا أريد أن أؤكد على قضية مهمة تدل على أنه أمريكا أو عفوا إيران هي ما في هذه المنطقة الاستراتيجية التي ذكرها. أعتذر منك، إذا نظرنا إلى الميليشيات دكتور ثامر اسمح لي، الصوت يصلنا متقطع من عندك، فبلكت يضبط الصوت وأعود لك في الدقائق الأخيرة. دكتور عبد الوهاب القصاب، هناك أيضا من يتحدث أنه على القوى الوطنية المضادة أو المناهضة لهذا المشروع للعملية السياسية عليها أن تلتقط هذه اللحظة الزمنية في عملية التصادم بين الأمريكيين والإيرانيين، التصادم بين استراتيجية أمريكا وإيران، والاستفادة من هذه اللحظة، من هذا التقاطع، من هذا التنافر، كما فعلت القوى الطائفية قبل 2003 واستثمرت في أخطاء كانت موجودة سابقا، أو هذه الاندفاع الأمريكية في غزو واحتلال العراق. هل ترى فعلا أنه مثل هذا الطرح وجيه، له قبول، له فرصة نجاح؟
الإجابة واضحة، وهي أن الـ 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 الأقوياء الذين هم يعني يجلسون على قمة الـ العلاقات الدولية لا يلتفتون إلا للأقوياء. عليك أن تكون قويا لكي يتم الالتفات إليك. إيران عندما لاحظت بأنها قد بلغت الحضيض في قدراتها وأوشكت على الانهيار، ذهبت وتحالفت وباعت نفسها حقيقة للصين في مسعى منها لضم قدرة الصين إليها، فيما إذا كان هنالك حديث عن المجابهة مع الولايات المتحدة، وهي واهمة طبعا. يعني لا يمكن أيضا لدولة كبرى أن تضحي بنفسها لأجل دولة أخرى. لدينا أزمة الصواريخ الكوبية مثلا، يعني أحد الأمثلة التي يمكن يعني أخذها بنظر الاعتبار. إيران ليست هي اللاعب الإقليمي الأقوى في المكان. اللاعب الإقليمي، هنالك لاعب إقليمي قوي جدا لا يشار إليه دائما، وهي تركيا. تركيا هي اللاعب حقيقة من ناحية القدرات والإمكانيات والتكامل، هي الدولة الأقوى إقليميا فيما عدا طبعا الكيان الصهيوني، والكيان الصهيوني طبعا بكل قدراته وإمكانياته العسكرية، نظرية الأمن الصهيونية ضربت في الصميم أمس وفي الأسبوع الماضي، لكنها أيضا تتصارع مع أي وجود إيراني موجود في الساحة السورية. المشكلة الرئيسية لنا يعني حقيقة حتى التشرذم الذي تجده على الساحة العراقية لدى المكون النوعي المضاد للمشروع الإيراني هو خواء النظام في سوريا. يعني لو قيض لسوريا العربية أن يحكمها نظام عربي قومي مخلص، عند ذلك عناصر اللعبة ستتغير بالأساس. لأن هذا يعني منطقة البادية السورية، بادية الشام عموما، هي رابط أواصر قوي بين الديموغرافيا العراقية والسورية. فأي تأثير على الديموغرافيا في أي من الطرفين يؤثر على الطرف الآخر. هنا لدينا أيضا نقطة مهمة جدا علينا أن نشير إليها، أن نقطة ارتكاز إيران القوية وميليشياتها على الحدود العراقية السورية هي منطقة القائم دير الزور. والقائم دير الزور لا يمكن حتى ولا في الأحلام أن تسيطر عليها إيران إلى ما لا نهاية. إيران تسيطر الآن لاختلالات في علاقات القوة الموجودة في المكان. الاختلال الأول هو خواء النظام الموجود في دمشق، والاختلال الثاني هو ذيلية النظام الموجود في بغداد، والاختلال الثالث هو تشرذم المكون النوعي المضاد وتسليمه وقياده لأشخاص فاسدين حقيقة. هذه النقاط الثلاثة بإمكانها أن تتغير على نحو إيجابي في أي لحظة. أشكرك دكتور. النظام السوري لوضعه الحالي لن يبقى إلى ما لا نهاية. واضح جدا، شكرا. دكتور رافع الفلاحي بدقيقتين، هل معيب أو هناك حرج سياسي أن قوى وطنية عراقية مناهضة للعملية السياسية للاحتلال تلتقط هذه اللحظة، لحظة تصادم بين استراتيجية أمريكية وإيرانية، وتوظيف هذا التصادم والتقاطع لخدمة قضية وطنية عراقية؟ والله يا أستاذ ماجد، ترى القوى المناهضة للعملية السياسية والاحتلال الأمريكي للعراق من البداية وعد كل هذا وشخصته من عام 2003 لحد الآن وما زالت تشخصه، لكن المصيبة ليست في هذه القوى الحقيقة، المصيبة في أن الساحات هذه كلها تخضع للهراوة الأمريكية، هي هذه المشكلة. ونعود نقول أن هذه القوى مرات تحتاج إلى أن تعقد مؤتمر صغير لا يسمحون لها. هم يسمعون، هم يعرفون أنها على حق ويعرفون أن طروحاتها على حق، وبالتالي سيسمعون لها. يعني إصرارها على بقائها بهذا الثبات، هي تعرف أنه بإمكان القوى التي على الأرض أن تعمل بشكل قوي لإسقاط هذه، يعني استغلال هذه الفرصة وإسقاط كل هذا المشروع. نعم تعرف وتدفع بهذا الاتجاه وتحفز عليه، لكن تحتاج إلى قوى دولية وقوى إقليمية تساندها وتقبل بهذا الطرح وتفسح لها المجال لكي تطرحه. لا يسمح لها بهذا الوضع، لكن هذا لن يستمر طويلا.
بالتالي هذه القوة أيضا قبضتها تسترخى، الشعوب لن تبقى، يعني الشعب العراقي لن يبقى مستكينا وقابلا بهذا الذل وهذا الخراب وهذا الفساد وهذا التحكم الإيراني، وهكذا في سوريا وفي لبنان وفي كل مكان. وبالتالي للقوى المناهضة دورها القادم القوي جدا مثل ما كان دورها في البداية. نعم، شكرا لضيوفنا الذين كانوا معنا في حلقة هذه الليلة من طاولة حوار، وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، ودكتور عبد الوهاب القصاب زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية، وكان معنا عبر سكايب من واشنطن. وشكرا لضيفنا من عمان الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق. كما أشكركم مشاهدينا الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.